عاصمة يوم 24 ماي 2017 المصادف ليوم البساتين ملتقى حول تاريخ حدائق الجزائر بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بالجزائر، وذلك بالتنسيق مع المعهد التقني للبستنة بعين طايا بهراوة، حيث شارك في اللقاء السيد اسكندر مكرسي مدير التكوين والبحث والإرشاد الذي ثمن برنامج التكوين الموجه إلى نشاطات الحدائق والتي تعمل عليه حديقة التجارب بالجزائر. Les journées ouvertes ou la journée de porte ouverte de l'institut, je pense que c'est quelque chose qui est plus qu'utile. C'est-à-dire quand on voit l'aboutissement, et ça c'est important dans le cycle d'une formation pour les élèves, de voir ce qu'ils peuvent toucher par la suite dans le monde du travail, et ça motive encore plus les formations. Enfin, les étudiants, pardon. أما السيد بوعزيز نووي مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر فقد شجع المعهد لإحياء مثل هذه التظاهرة، وذلك من خلال تكوين العمال المختصين في مجال البستنة. فترة ولاية الجزائر مع مدير المصالح الفلاحية والمعهد عملية تكوين المتدخلين خاصة في البستنة، العمال المختصين في البستنة كاين فيه تكوين راه ساري المفعول حاليا، فيه برنامج كبير ما يفوق 150 عامل اللي راهم رايحين يتكونوا في هذا المجال. كما قلت الهدف الأساسي هو كيفاش تكون فيه الاعتناء بهذه الحدائق وهذه البساتين، للإشارة أن هذه المنطقة منطقة نتيجة تمتاز بخصوصية هي خصوصية إنتاج كل ما هو أزهار وورود. على سبيل المثال ولاية الجزائر تحتضن ما يفوق 60 مشتلة، هو عدد هام وهام جدا. هذه العمليات بطبيعة الحال راح تطور حتى نشاط هذه المشاتل. وعلى هامش هذا الملتقى فقد كانت هناك مداخلات لكل من السيد يحياوي عبد العزيز والذي أعطى لمحة عن الحدائق ومميزاتها بصفة عامة عبر التاريخ، وفيما يخص الحدائق الإسلامية فقد أخذت مواصفاتها بأوصاف الجنة. أما السيد والسايج نبيل المحافظ العام للغابات والسيد بن حوحو سعدي المفتش العام للغابات قدما كل منهما طبيعة حدائق الجزائر قبل 1830 وخلال الحقبة الاستعمارية. وفيما يخص الوضعية الحالية للمساحات الخضراء فقد عمل القانون على حمايتها من خلال قانون التوجيه العقاري الذي يصنف أملاك الدولة وينظم المساحات الخضراء، حيث اعتبرها القانون الجديد جزء من القطاع الحضري، كما منع منح رخصة البناء بدون وجود مساحات خضراء، وهذا في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وفي ختام هذا اللقاء تم إعطاء لمحة عن الأشغال الخاصة بالمساحات الخضراء ومراكز الترقية التي امتدت من سنة 2010 إلى غاية 2029. Elle est noyée dans un jardin. On a tendance à oublier, dire non, ça c'est l'université. C'est une université, mais c'est aussi un jardin. Une norme internationale. Une norme internationale, c'est un pourcentage qu'on doit avoir en espace vert dans une ville. أنا حاجة صغيرة خلات يعني ليكونومي الاقتصاد تاع البلاد كامل راه يريح، ونشوفوا لو نومبر دوديونس اللي درناها مع لي زومباسادور. Oui, je suis pour la
يعني هذا سيت ان ريف كي دو كي اكزيستي دوبي او موان 4 ans. كنت انا كنت مكونه في المعهد تاع الفلاحه تاع الجزائر لي تماس دالجي جيتي فورماتريس اي جي توجور فولو فير سا ولا باسكو حنا المعهد تاعنا متخصص في تكوين تقنيين متخصصين في البستنه وتزيين البساتين دونك كي شفنا حنا الولايه الوالي قلبوا في لي جاردان قلنا حنا تاني نحطوا شويه معاه وايفيكتيما كيسمع بينا هكذا الولي عطانا شويه قيمه عاد يبعثنا للديسا عاد يبعثنا نكونوا لي جاردينيي نكونوا لي كادر دو لو ديفال باسكو على دار فينا الثقه على بالو بلي هذا هو الميدان تاعنا حنايا دونك قلنا حنا هو عاوننا وحنا نعاونوه.